هذا وشهد اليوم الثالث من دورة الألعاب المدرسية الدولية انطلاق مجموعة واسعة من المنافسات التي شملت العديد من الرياضات والألعاب المتنوعة، حيث تتوزع المنافسات في مختلف المنشآت الرياضية مقدمة بذلك أجواء رياضية غنية بالمتعة والتشويق لعشاق الرياضة والمشاركين من جميع أنحاء العالم. ويعد هذا اليوم واحدا من أكثر الأيام تنوعا وإثارة في دورة البحرين 2024، حيث توزعت الفعاليات في مختلف المواقع الرياضية لتلبية تطلعات الجماهير والمشاركين على حد سواء، وسط أجواء رياضية نابضة بالحياة تجذب الأنظار وتقدم تجربة رياضية متكاملة للجميع. هذا واستضافت مدينة خليفة الرياضية منافسات الرماية والسباحة التي تقام على فترتين صباحية ومسائية، وشهدت المنافسات أجواء حماسية من قبل المشاركين والحضور، ما انعكس إيجابا على الأداء المتميز الذي قدمه المتنافسون في المنافسات. وفي مدينة عيسى الرياضية تنوعت المنافسات بين عدة قاعات وساحات، حيث احتضنت منافسات كرة الطاولة والتايكواندو والريش الطائرة والريش الطائرة البارالمبية، في حين شهدت الساحة الخارجية للمدينة كرة الطائرة الشاطئية والتي تستمر إلى الساعة 9 مساء، ومنافسات كرة السلة 3x3، كما واستضافت قاعة كرة القدم الصالات في مدينة عيسى الرياضية أيضا منافسات المصارعة. وأقيم أيضا في عدد من القاعات والصالات الرياضية منافسات كرة اليد والشطرنج والتنس والملاكمة.